إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليه، يا إما تعمل نفسك ميت. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمل الاتنين، وعشان يتخلص من طوفان المؤسسة العسكرية حط أكتر من 2000 بني آدم تحت جنزير الدبابات، مات منهم 265 والباقي مصابين، وفي الآخر عمل نفسه ميت عشان يكسب تعاطف الناس. وده تطبيقا لفكرة المظلومية اللي هي من أهم وأخطر استراتيجيات تنظيم الإخوان. طب احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن محاولة انقلاب الفاشلة اللي حصلت سنة 2016. طب وايه اللي فكرنا بيها؟ اللي فكرنا بيها الضجة المثارة دلوقتي في تركيا بعد إعلان حزب العدالة والتنمية عن نيته لوضع دستور جديد للبلاد. يعني أردوغان ما كفهوش التعديل اللي وسع بيه صلاحياته الرئاسية، لا كمان بيحاول يشكل دولة جديدة وصفتها المعارضة التركية بأنها دولة أردوغان، اللي خرج يوم 1 فبراير وقال لازم نخلص الدستور من أثار الوصاية العسكرية، وأن الدستور الجديد لازم يكون دستور مدني. وقال لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية جاهد أوزكان أنه الدستور الجديد هيعيد بناء البلاد، وده خلى الأتراك يشكوا ان الحزب بيخطط للإطاحة بنظام الجمهورية. مسؤول تاني في حزب العدالة والتنمية هو إيهان أوغان خرج بكل بجاحة يقول احنا بنشكل دولة جديدة الآن، سواء عجبكم ده او لا، ومؤسس الدولة الجديدة هو أردوغان اللي حيدخل التاريخ باعتباره المؤسس التاني لتركيا بعد مصطفى كمال أتاتورك. طب ايه علاقة كل ده بمحاولة الانقلاب اللي حصلت سنة 2016؟ الإجابة بكل بساطة هي علاقة الفعل والهدف. يعني اللي بيحصل في تركيا النهاردة هو الهدف اللي كان عشانه اتعملت المحاولة الانقلابية. أيوة، اتعملت بتأليف وإخراج حزب العدالة والتنمية، وطبعا الكلام ده مش جديد، فطوال الأربع سنين اللي فاتت خرجت تحليلات بتؤكد أن المحاولة الانقلابية هي عملية مدبرة. كمان في شواهد ووثائق أثبتت ده، زي الوثيقة اللي كتبها مدعي عام تركيا في 16 يونيو سنة 2016 وحصل عليها الصحفي أحمد دونيز، وهي عبارة عن سجل مفصل للأحداث اللي حصلت ليلة الانقلاب، وأهمها القصف اللي قام بيه سلاح الجو للبرلمان وحديقة القصر الرئاسي. لكن الغريب إن المدعي اللي دون الأحداث دي واسمه سردار كوسكون قام بتأريخ الوثيقة على إنها دونت في 8:01 صباح، وده يعني قبل 4 ساعات من حدوث الواقع. ولما اتعملت مقابلة معاه أكد صحة الوثيقة وقال إنه أخطأ في التوقيت. الحقيقة إن في كتير من المراقبين شايفين إن الحكاية مش محتاجة وثائق، كفاية تبص على سير الأحداث وإنت تعرف الفولة فيها إيه. يعني أول ما بيحصل انقلاب في أي بلد أول ناس بيتم اعتقالهم هم الرئيس ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الموالين للحاكم، لكن اللي حصل في 2016 من اللي اتقبض عليهم كانوا من المعارضين للحكومة والمناهضين للإسلام السياسي، وده معناه إن القوائم دي كانت جاهزة. كلمة السر في العملية هي خلوصي أكار، اللي كان في الوقت ده رئيس أركان وشواهد كتير أكدت أنه ضالع في العملية. مش بس كده، ده كمان كان هو قائد المجموعة الانقلابية اللي أصدرت أوامر التعبئة. موقع نورديك مونيتور السويدي حصل على وثائق من 8 صفحات من جهاز كمبيوتر في مقر هيئة الأركان العامة استخدم لكتابة بيان الانقلاب. المسودات بيظهر عليها توقيع أكار نفسه نيابة عن مجلس السلام في الوطن، وده الاسم اللي أطلقه الانقلابيون على أنفسهم، ورغم ده أكار اترقى وبقى وزير دفاع. كمان في حاجة غريبة، أردوغان نفسه قال إنه هاكان فيدان رئيس المخابرات ما كانش بيرد على تليفونه وقت الانقلاب رغم إلحاحه وإنه عرف بالعملية من صهره، ورغم ده الراجل لسه مستمر في منصبه. في حاجة بقى محيرة كتير من المراقبين، ازاي يحصل انقلاب مفاجئ ونشوف الاف من المدنيين بينزلوا الشوارع في وقت قصير مجهزين الاسلحه الرشاش، وازاي طيارات الاف 16 اللي بتقدر تضرب ادق الاهداف فشلت انها تضرب مباني ضخمه ونزلت قنابلها في الساحات المحيطه بيها من غير اي خسائر، لكن الطيارات اللي استهدفت مبنى قسم العمليات الخاصه للشرطه في انقره اصابت الهدف، وده استفز افرادها فقاموا عشان ينتقموا من الانقلابيين. واغرب حاجه في الحكايه دي
دي ان اردوغان ورجالته اتهموا فتح الله جولان وجماعته بتنفيذ الانقلاب من غير تحقيق ولا ادله وقبل حتى الموضوع ما يكتمل. التناقضات دي كلها خلت مؤسسات غربيه زي مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمانات الامريكيه والبريطانيه ولجان الشؤون الخارجيه تشكك في الروايه الاردوغانيه وتتاكد ان المساله كلها حجه عشان الهيمنه على البلاد. وده اللي حصل بالفعل وكان نهايته الدستور الجديد اللي اتكلمنا عنه وطوال الأربع سنين اللي فاتت وبحجة انقلاب مهد أردوغان للنتيجة دي. يعني العملية دي خلت حزب العدالة والتنمية يتوغل في مفاصل الدولة ويهيمن على كل شيء ويعمل كل اللي هو عاوزه. دمر النظام البرلماني وحوله لنظام رئاسي، فصل هيكل الجيش عن الناتو بعد ما طرد 17,380 شخص من القوات المسلحة التركية، فيهم حوالي 150 جنرال، وبدأ الجيش يميل ناحية المعسكر الروسي الإيراني، وسيطر حزب العدالة على القضاء، وبعد ما فصل 4,500 قاضي وتعيين 10,000 قاضي جديد من المنتمين للحزب، وبقى تعيين كبار القضاة في المحاكم العليا من اختصاص أردوغان. وطبقا لحالة الطوارئ اللي تم إعلانها بعد المحاولة الانقلابية المزعومة، تم طرد 125,678 موظف حكومي بالمراسيم الصادرة في تلك الفترة، وبقى معيار اختيار الموظف هو قربه من الحزب الحالي. كمان قدر أردوغان انه يسيطر على وسائل الاعلام بعد ما اغلق 179 مؤسسة اعلامية غير موالية للحزب، والموضوع وصل للتعليم. اغلق أردوغان 1200 مدرسة و22 جامعة، وحول المدارس الى ثانويات الائمة والخطباء، تخرج كوادر واجيال جديدة من الاسلام السياسي.